قبل ما نبدأ التوقعات، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وشنو القراءة القادمة اللي حابين نسويها، سواء كان اختر كارت أو حسب الحروف، لأنه حسب الحروف شوية هالفترة أشوفها مرغوبة أكثر. كتبوا لي بخانة التعليقات. اليوم راح نقرأ توقعات برج السرطان، طبعا على الصعيد العام، الصعيد الصحي، العاطفي، العملي، مع تركيز على الصعيد الصحي اللي هو أهم جزء أنتو تنتظروه بالقراءة. فخلونا هسه نبلش التوقعات. الطاقة العامة إلك يا برج السرطان، برج السرطان الطاقة العامة إلك هاي الفترة، أشوف أنت برج السرطان، أشوف أنه أنت ممكن هاي الفترة ماخذ قرار، أو أنت دا تحس بقوة إلهية جايتك، ممكن تكون روحانياتك عالية جدا خلال هاي الفترة. وممكن هنا هم اشوف انه، لانه من خلال طاقتك العاطفية اشوف انه انت ماخذ قرار، انه انت توازن حاليا بين العقل وبين العاطفة، انت دا تحاول توازن بين مشاعرك وعواطفك خلال هاي الفترة، واشوف اكو قرار اخذته من بعد تفكير، من بعد فترة طويلة ممكن من الانعزال، لانه هنا اشوفك انت طالع من حالة عزلة. برج السرطان ممكن تكون انت صار لك فترة متهرب او منعزل من شخص او اشخاص، او ممكن حتى يكون بصورة عامة المحيط اللي انت بيه موجود. اشوف كنت منعزل صار لك فترة طويلة، بس حاليا كأنه اشوفك راح تطلع من انعزالك. طبعا هاي بطاقة برج العذراء بالتارو، فممكن تكون انت تتعامل مع شخص من برج العذراء وانت ماخذ قرار اتجاه هذا الشخص انه تقطعه، او ممكن كشفت شيء عن شخص من برج العذراء وهذا الشيء خلى صورته تختل بداخلك، يعني تغيرت صورتك عنه. اما بالنسبة للشخص اللي وراك، اشوف انه اكو عدم وضوح، اكو شخص عنده تساؤلات او عنده معلومات غير كافية، شوف اكو شخص اخذ قرار او دا يحاول انه ياخذ قرار بس ما كل المعلومات الكافية عنده، اكو حقائق هو ما شايف، اكو نوع من التشويش. ممكن هاي ايضا تكون طاقة كلام واصلك، والكلام هذا ما بيصحه من شخص كاذب، فحاول انه الاخبار اللي تجيك خلال هاي الفترة او حتى اللي اجتك حاول انه تتحقق بها اكثر، لانه هنا أنا اشوف اكو الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون الشريك او شخص بصورة عامة يقربك او يهمك، اشوف هذا الشخص دا يحس بفقدان حاليا، عنده فقدان، دا يحس بالخسارة بالألم، وممكن تكون انت منعزل عن هذا الشخص وهذا الشخص ما يعرف سبب انعزالك شنو، فهذا الشيء مسبب له تعب نفسي، هو ما قاعد يعرف انت على شنو انعزلت من عنده، ليش تركته، هو ما متوازن، هذا الشخص قاعد يبحث عن التوازن خلال هاي الفترة. طبعا هاي بطاقة برج القوس ايضا، في حال كنتوا تتعاملون ويا احد هاي الابراج، طبعا مو شرط الابراج، اهم شيء قراءة تنطبق عليكم. وهنا طاقة برج الدلو او الجوزاء. فهاي كانت الطاقة العامة اللي انت بها حاليا. نبلش على الصعيد، راح ابلش لكم بالصعيد العملي، الصعيد الصحي والعائلي، حتى بعدها نبلش مباشرة نحكي لك قصتك العاطفية. على الصعيد العملي يا برج السرطان، اشوفك مقيد جدا خلال هاي الفترة. انت على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن قبل فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل، بسبب اشاعات، بسبب منافسين، او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية، وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير، هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم. اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شيء، قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة دا تحس نفسك مقيد او عندك ليمت معين للمصاريف، دا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية، يعني شلون نقول بالعافية، احنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذه تكفيك لاخر الشهر. كلنا نعرف انه احنا حاليا بأزمة، فممكن هاي الأزمة المادية مأثرة عليك. طبعا الورقة اللي طالع هناك للمال هي ورقة السفن وفوند مقلوبة، فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية، او حتى انه تخلي ليمت معين للمصاريف حتى ما تحتاج، ونفس الوقت تكون يعني شلون اوصف لك اياها، انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت، او سواء بالبيت او اذا كنت انت مثلا عندك مسؤوليات اتجاه العائله، لان البعض منكم اشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائله طلعت لي بالاسره، فدا تحاول تساعد،
فدا تحاول انه تخلي وضعك المادي مستقر حاليا، وعندك تفكير كلش كبير بالمادة ومأثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة، فحاولوا انه تفكرون بإيجابية شوية خلال الفترة اللي جاية، يعني خلوها على الله. اشوف اكو مساعدة من شخص من العائلة، مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن بإشي ثاني، اذا كنت مثلا رايد وظيفة او شغل، خاصة للناس اللي خسروا شغلهم اشوفه بسبب اقاويل، او حتى خسروا ممكن خسارة مالية، اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلعه من الازمة اللي هو موجود بها حاليا، واللي هي تشمل العمل والمادة. بالنسبة للصعيد الصحي لك يا برج السرطان، اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الاولى. البعض منكم يا برج السرطان طالع لي هنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل الك او انحكى عنك، الكلام هذا كان بيظلم، وهذا الكلام حاليا موجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي. اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة، وهاي الاقاويل او حتى المكالمة اللي اجت او الرسالة مأثر على صحته بالدرجة الاولى. فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير، ارق ما يقدر ينام، بعض منكم اشوف عنده صداع. اما البعض الثاني من برج السرطان اشوف عندك الام بالعظام خلال هاي الفترة، حاول تنتبه عليها شوية، وحاول اذا زادت عندك هذه الالام انه تتجه الى الطبيب استشارة طبية، بس ان شاء الله الامور طيبة، يعني لا تخافون، الله يعطيكم الصحة والعافية، بس هي مجرد اشياء ممكن انا انبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء اكبر. فالبعض منكم اشوف قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم، لان هذا الشيء قاعد يأثر عندكم، عرق على منطقة الرأس، صداع، وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان، اكو ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة، احذر من هاي الطاقة شوية واحذر من هذول الناس، وحاول انه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية، لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية. بس اطمن، انا اشوف انه انت قد التحدي، فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل، بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية. اما بالنسبه للصعيد العائلي، برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن، اكو مصالحات مع البعض، البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفتره ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب، شخصيه الاب او الاخ الكبير، بس اشوف اكو مصالحه. اما بالنسبه للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعده راح تكون، اكو شخص راح يقدم مساعده لكم، قلت لكم اياها على الصعيد العمل ايضا، شخص من العائله اشوف راح يقدم لك مساعده بمبلغ مالي، راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك به خلال هاي الفتره، واللي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله. هذا الشخص كبير بالسن، اشوفه اكبر من عندكم، والفتره الجايه خلال يعني 8 ايام راح يكون لك تواصل ويا هذا الشخص، وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفتره الحاليه. هسه ننتقل للصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي اشوف اني عندي مقسومه القراءه العاطفيه الى نصفين، للمنفصلين صار لهم فتره، ولل يعني الناس اللي هسه مرتبطين او رد بعلاقه هم موجودين. فخلي ابلش لكم اول مره بالناس اللي هم اساسا بعلاقه الفتره الحاليه، يعني مرتبطين، يعني اشوف انه الناس اللي حاليا بعلاقه انتو قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد، ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص، او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن، ممكن هو اكبر او انتو اكبر، بس اللي قاعد اشوفه انه اكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد، وهو يحكي بكلمة اني اني اني، يعني من النوع اللي صعب يعبر عن مشاعره، وحتى من يعبر عن مشاعره تحس انه اكو بيها غرور، يحسسك انه هو اكو منية بالمشاعر اللي هو دا يقول لك اياها. هو هذا الشخص اني اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك، هذا لا يمنع انه هو مشاعر اتجاهك موجودة، ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء
الكبرياء زايد عن حد لدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، هو يستحي في يعبر عن مشاعر الشخص. ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقول لك اني اذا اعبر عن مشاعري وابين ضعفي لهذا الشخص فهذا الشخص باكر راح يستغلني، راح يتعبني. اشوف انه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة، وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه الزائد بالناس خلته خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطي مشاعر، يعني مصدر وجه خشب للناس رغم انه هو اكو مشاعر بداخله. البعض منكم اشوف انتو عندكم زعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة، ممكن 7 ايام وشي رقم، يعني اكو شي برقم 7 طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر. فهذا الشخص اشوف اذا صاير بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلح، طبعا هاي مو للمنفصلين، للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد. يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك، يريد يصالحك، هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح، ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء. هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي، انتظر شوية هو راح يبادر، هو راح يزيد مسج، هو راح ينطيني اشارة حتى انا ادخل. فهو منتظركم هذا الشخص. طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية هو تعبان بحياته هواية، هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه. فلهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه، يعني هو من يباوع حتى على الشخص تحسه يباوع بطرف عينه. وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتم تتعاملون وياه همينه، اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل، يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالعة، فهو كل شيء معظم نفسه، يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة. بس انه من يوصل للمرحلة انه يستحي في يقول المشاعر ما يعبر عنها، فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مؤثر عليه بحياته، او مر بعلاقة فاشلة. وهنا هم ايضا طلع لي انه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاشلة ضيع بيها وقته ضيع بيها تعبه واهتم، ولكن الطرف الثاني جاذاب انه ممكن خذله او خيب ظنه. فهذا الشيء اللي مخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية، مخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا. بكل الاحوال البعض منكم، طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لان هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات انه القراءة عكسية، القراءة عكسية. ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية، ممكن تكون انت الشخص اللي انا دا احكي عليه واقول شريكك، انتو ادرى انتو تعرفون اكثر لانها قراءة عامة، فمستحيل تنطبق عليكم كلكم، تنطبق على جزء من عندكم فقط، يعني ممكن تنطبق نسبة 50% 30% بس ما راح تنطبق 100% على الكل. هاي بالنسبة للبعض الاول. اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكو صلح بعد تباعد صار بيناتكم، ممكن صار لكم 7 ايام او ممكن اكثر، يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها. اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب، بس ما اشوفها حتجي بطريقة مباشرة، راح يبلش خطوة خطوة. هو ما يحب، مو من النوع اللي يحب التسرع، هو شوي ثقيل قاعد بمكانه، فراح يبلش. طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخل له، بس راح يستسلم اخر شيء وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين، وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة، اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحيتك او من ناحيته. اما بالنسبة للبعض الثاني، اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة، دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية، لانه هاي العلاقة اشوفها مأثر عليكم هواية خلال هاي الفترة، دا تفكرون بها هواية. ممكن عندكم تخوف او تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة. فالبعض من برج السرطان اشوفك دا تحاول تطلع من علاقة الشخص هذا، ما اشوف الغلط منه 100%، اشوف الغلط بيك، ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل، طبعا هذا سيناريو ثاني.